نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل من الرياض أبو إبراهيم يقول: هل كل إنسان كافر يرغب في الدخول إلى الإسلام يعتبر من المؤلفة قلوبهم ويعطى من الزكاة؟ نعم، إذا كان يرجى بإعطائه الزكاة أن يرغب في الإسلام ويدخل فيه فهذا مشروع. قال الله تعالى: والمؤلفة قلوبهم، في مصارف الزكاة ممن يرجى إسلامه أو إسلام نظيره أو يرجى كف شره عن المسلمين ولو لم يرجى إسلامه، الكافر يعطى منها إذا كان ذلك يكف شره عن المسلمين. نعم.